مشاهدينا الكرام، يتواصل ديمونش حنبعل. وصلنا إلى فقرة أنتي ستار اللي انطلقت منذ هذه اللحظة. وقبل ما نبدأه نمشي فاصل إشهاري ثم نعود. مشاهدينا الكرام، تنطلق فقرة أنتي ستار. طبعا خمسة متشاركين الأسبوع الفارط صوتوا لهم أنتوما طيلة أسبوع كامل، صوتوا لهم اللي هما أحمد زيتون، رحمة بو علي، نذير بواب، أرجوان الماجر، محمد علي بركات. هذوما الخمسة متسابقين اللي تسابقوا الأسبوع الفارط، واللي قاعدة الومضة الخاصة بهم الدور على مدى أسبوع كامل. إذن اليوم في الخمسة هذوما باش نعرفوا لمن صوت الجمهور ومن أنقذت أو اختارت لجنة التحكيم. إذن نحب نستقبل، أبدأ باستقبال أحمد زيتون. شكرا أحمد زيتون، تفضل. إذن المتباري الأول أحمد زيتون، كان تصويت ST1. حاب نستقبل أيضا رحمة بوعلي ST2. رحمة بوعلي، مرحبا رحمة. أيضا متسابق ثالث نذير بواب. يا عيني على المشي بتاع نذير بواب. على كل نذير بواب ST3 ST4، أرجوان الماجري. بيك أرجوان. أرجوان هي ST4، إن شاء الله الجمهور صوت لها، وإن شاء الله صوت أيضا إلى نذير بواب، أيضا إلى رحمة بو علي وأحمد زيدون، باش ما تقعدوش تستناو لجنة التحكيم. راه قد ما يكون التصويت أكثر، قد ما تضمنوا المكانة نتاعكم قبل لجنة التحكيم. راه لجنة التحكيم يتغشوا كي نقول الكلام هذا، يقولوا يا عبد الرزاق الأولوية لينا، نقول لهم لا، راه للتصويت. سي هشام التصويت ولا هو المحدد حتى في العالم، العالم الغربي والعالم العربي، ما عادش لجان التحكيم فقط. فنقول لكل الجمهور اللي يتفرج في حنبعل صوتوا لهم وشجعوهم لانهم اصوات حلوه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اذا ST5 محمد علي بركات. الأصوات هي ST1 أحمد زيتون، ST2 رحمة بو علي، ST3 نذير بواب، ST4 أرجوان الماجري، ST5 محمد علي بركات. من الخمسة هذوما باش نعرف شكون باش يقعد وشكون باش يخرج. الخمسة هذوما أنا نعرف اللي هما رام أكثر ناس حاسين ومتقلقين. قبل ما نبدأ في النتائج
نستقبل الصحفي والناقد حسن بن أحمد في لجنة التحكيم. شكرا سي حسن. تفضل سي حسن. شكرا جزيلا. يجري عم حسن يجري، ربحني برشا وقت عم حسن. إذا عم حسن تفضل. عم حسن نرجع لك. سي هشام، أنت تبعت أنت ستار، أنت تبعت؟ إي تبعتها من البدايات نتاعها والله فما حاجات حلوة ياسر. فما أصوات تونسية، يقولوا فما أصوات تونسية. ومنهم عندي حد من اللي ربح، اللي فرشت فيه الأولاني اللي غني. سفيان. سفيان يكون منك؟ يكون مني. ولد عم، ولد عمي يعني. ولد عم، تحية لي سفيان. أكيد هو ترشح وموجود وإن شاء الله إن شاء الله يواصل. إن شاء الله يواصل يا ربي إن شاء الله. إذا نرحب أيضا بالمطربة رحاب الصغير، أستاذة بالمعهد العالي للموسيقى. رحاب الصغير، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك رحاب، تفضل. رحاب تفضل. إذن التذكير هما أحمد زيتور، رحمة أبو علي، نذير بواب، أرجوان الماجري، محمد علي، بركات. إذن استقبلوا في لجنة التحكيم إذا جاهزين. على كل نمشي إلى التذكير، نمشي إلى التذكير بالمتسابقين. سي هشام نحبك تنتبه. سي منير الغضاب المايسترو، أيضا حسن بن أحمد، رحاب الصغير، هذه المشاركات بتاعهم. نمشي للتذكير ثم نعود. زهر البنفسي شبكاني، خلاني غني طول عمري، دموعي وضحكي وألحاني، دموعي وضحكي وألحاني من الفرحة الغري. بدري تخدينا للفرحة أمانة، وأمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة أمانة، وأمانة يا دنيا أمانة. اليوم يتغيب الملحن والمطرب غازي العيادي على لجنة التحكيم، إن شاء الله المانع خير.
إذا منير الغضاب يكون موجود إلى جانب لجنة التحكيم، هو بطبيعته موجود. منير الغضاب، المايسترو منير الغضاب. إذا هذه هي الأصوات اللي غنيت وشفتوا نموذج منها، باش ننطلق بالطبيعة في النتائج. طبعا نحب نقول اللي أحمد ورحمة ونذير وبواب واعطيوني الموسيقى وأرجوان الماجري ومحمد علي بركات هما المتسابقين، عداوا معنا لحظات حلوة، عشنا معاهم في البروفات وفي الأغاني وفي الاختيار، وسي حسن بن أحمد وسي منير الغضاب ربما عاشوا معاهم أكثر مني، شافوهم في أول كاستينج وشافوهم في الفيزيوناج، ومنير برف معاهم هو وفرقته. أنا والله نبدأ متقلق، اللحظة هذه صعيبة علينا، فما بالك عليهم هما. أحمد زيتون، مش نبدأ بك أنت؟ استئاء التصويت هو أصبح فيصل في هذه البرامج، ومن يريد ضمان المكان من الأول إن شاء الله يكونوا توانسة يتفرجوا فيك صوتوا لك. أحمد زيتون، هذا ما صوت لك الجمهور. أحمد زيتون 9.80، هذا ما صوت لك الجمهور. لا تنزعج يا أحمد، ممكن فما لي أقل، ممكن لي أكثر، ممكن لجنة التحكيم. على كل هذا هو إذن 9.80% أحمد زيتون. نمشي الرحمة بو علي، رحمة بو علي اللي هي ST2، رحمة مفجوعة. رحمة بو علي غنيت مليح انت، قالوا ان شاء الله الجمهور يكون انصفك. رحمة بو علي، هذا ما صوت لك الجمهور. %18 صوت الرحمة الجمهور. تهنيت شوية رحمة ولا ما تهنيتش؟ ها سافا، تقول انت سافا، واضح واضح. أعطيوني ميكرو ما يسالش، نحب نسألهم أحياناً. ما عندهمش ميكرو ولا عندهم؟ عندهم ميكرو. إيش قلت لي؟ هو العبرة بالمشاركة. العبرة بالمشاركة، إن شاء الله ربي معك. نصل إلى المتباري الثالث، نذير بواب. نذير، غنيت مليح؟ راضي على روحك؟ بكدا راضي؟ دول حمو تصفيق عليه، زياده تصفيق عليه هكي. نذير بواب اصغر متشارك ومشارك في انتي ستار، غنى التونسي الصعيب، خفت عليه ولكن لقيته نجم روحه.
أخذ إعجاب لجنة التحكيم، نشوفوا هل الجمهور تطابق مع لجنة التحكيم أم لا. نذير بواب استتخوى. نذير انتبه إلى شاشة التلفزيون، انتبه مليح. نذير بواب، هذا ما صوت الجمهور. وثلاثين فصل أربعين بالمئة، وتطابق رأي الجمهور مع لجنة التحكيم، وهذا يحدث لأول مرة في انتي ستار. تطابق بين نذير، بين الجمهور وبين الجمهور. على كل نعملوا رابيل للثلاثة المتشاركين الأولين، نشوفوا مع بعضنا. إذا أحمد يحصل على 9.80، رحمة 18%، نذير 35.40%. بدينا نصل إلى اللحظة الحاسمة، وأعطوني صورة أرجوان اللي استضفناها مرة أخرى، أرجوان الماجري استيكات، غنيت مليح يقولوا لي لجنة التحكيم، ولكن للجمهور رأي، وأتمنى أنا شخصيا أنه يكون تطابق بين الجمهور والتصويت. انتبه أرجوان، انتبه مليح أرجوان، أمامك شاشة التلفزيون، انتبه أرجوان الماجري، هذا ما صوت لك الجمهور، 13.20%. هذا هو حكم الجمهور، هذا هو حكم الجمهور اللي يختلف ربما على أحكام الموسيقيين والفنانين. محمد علي بركات استسانك، محمد علي بركات استسانك، ابتسامة، هل تتحقق فيها أمنيات محمد علي بركات ويمر إلى المرحلة القادمة أم لا؟ حيرة، خوف، رهبة، تطلع، ابتسامة. محمد علي بركات، هذا ما صوت لك الجمهور، 23.30%، 23.30%. إذن خليني نحوصل، أعطيوني النتائج النهائية على شاشة التلفزيون، خلينا نخرج بالنتيجة النهائية. إذن المترشح المباشر هو نذير 35.40%. أعطيوني النتائج لنشوفوا من بقي للدور المقبل، أسعف بالتصويت، بالتصويت. أعطيوني، خلي السادة المشاهدين، 9.80، 18.35.40، 13.20، 23.30. إذن محمد بركات يبقى للدور المتبقي. هيا بوسوا بعضكم عاد، هيا، هذه هي نتائج التصويت.
نتائج التصويت. ما زال الأمل، ما زال الأمل بالنسبة لأحمد زيتون، ما زال الأمل بالنسبة لأرجوان الماجري، وما زال الأمل شكون آخر؟ أكهوا ورحمة بو علي، ما زال لكم الأمل في لجنة التحكيم. يبقى الأمل في انتي ستار، ما منش قاسيين برشا، منش قاسيين، نحبوكم تنجحوا، عندنا ثقة في أصواتكم، حبينا أصواتكم. مش معناتها اللي ما نجحش راهو ما عادش يغني، لا، هذا امتحان مش نهاية، ماهيش نهاية. برشا أصوات شاركت سابقا وما نجحتش، ثم ولاو فنانين كبار، وأولهم عبد الحليم حافظ. الفشل اليوم ما يلزمش تقولوا وقفت هنا، انتم أصوات باهية، حرنا في اختياركم. مباشرة تبدأ اللحظة الحاسمة مع لجنة التحكيم، مع رحاب الصغير، مع حسن بن أحمد، ومع المايسترو منير الغضاب. رأي لجنة التحكيم، من اختارت لجنة التحكيم من رحمة بو علي، أرجوان الماجري، وأحمد زيتون؟ من اختارت لجنة التحكيم للبقاء؟ نعرف صعب، صعب اختياركم بين أحمد زيتون وبين رحمة بو علي وبين أرجوان الماجري، اختيار صعب أنا متأكد. رحاب صغير تخزر لي بغادي ولقاب صعوبة يا بيدا في الاختيار لأنها سمعتهم. مايسترو منير الغضاب يعرفهم مليح مليح مليح، وكذلك حسن بن أحمد. خلي لحظات من الموسيقى تشاوروا مع بعضكم، ونخليكم لحظات من الموسيقى ونعود. لجنة التحكيم، انتهى الوقت للتفكير، حتى لجنة التحكيم راه عندها وقت. إذا من اختارت لجنة التحكيم؟ في نخلي الكلمة للناقد الصحفي حسن بن أحمد بعد ما تفهمتوا أنت ورحاب، وطبعا المايسترو منير الغضاب اللي بشعود بعد لحظات يقود الأوركستر بتاعه، لأنه يقولوا لي غازي موجود في الكواليس. اللجنة بيضا قعدت محتارة ما بين الأسماء ثلاثة، ما بين المتبرين ثلاثة، فما تقارب كبير ما بين رحمة وأرجوان في العداد. كما ريتوا معناها فما منافسة كبيرة، اللي مشينا له أكثر هو التكامل ما بين الصوت والحضور والأداء. بالنسبة للقناة ما بين منير اللي هو عنده قدرة كبيرة في تقييم الأصوات وفي الناحية الموسيقية، هو مشى الرحمة. شكون؟ مشى الرحمة، رحمة أبو علي، معناها منير. رحمة أبو علي هي اخترتوها؟ منير مازال مازال مشى الرحمة. قعدنا من بعد في 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 في, في أخذ ورد، ومعنا رحاب اللي شافت الزوز، شافتهم بالعلى عطيوني النتيجة على شاشة التلفزة. هي
هي أعطت الأرجوان دونك واحد واحد. أنا من أعطيت صوت الأرجوان دونك أرجوان تترشح هنا، اختارتها لجنة التحكيم. مبروك مبروك لكل الفائزين، مبروك. إذن أرجوان تبقى تترشح إلى الدور المقبل. إذن أرجوان تترشح إلى الدور المقبل. قبل ما يغني نذير بواب الأغنية الفائزة بأعلى نسبة تصويت، نستقبل الملحن والمطرب غازي العيادي. إذن أقوى 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 أقوى. إذن غازي العيادي، مرحبا غازي، مرحبا. إذن أترك الغناء وانتم بجانبه عاونوه، مسالش أقعدوا معاه. نذير بواب في الأغنية اللي رشحته التونسي اللي رشحه واعطاه أعلى نسبة أصوات. حني وداوي قليبي.
تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. التحق بلجنة التحكيم حاليا المطرب والملحن القدير غازي العيادي. غازي مرحبا. تصفيقة تصفيقة بالأخرى على غازي. مرحبا. اسمحولي على التأخير. لا انت موجود، قالوا لي موجود. لا هو شوف انا تو عينيا منفوخين لانه تو اللي متذوم عنا البرايف نتاع راس العام. اكيد شغل نبرفوا للصباح تقريبا. اسمحولي اللي جيت معناها مانيش مفهوم. لا 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 جيت في اللحظه الحاسمه، لانه اللحظه الحاسمه تنطلق تو. يلا ان شاء الله. اذا اللحظه الحاسمه في انتي ستار الان. خمسه متشاركين جدد، خمسة جدد بطبيعة باش ننطلقوا فيهم. لا ستة عاد. خمسة. ما معنا سي هشام. لا مش تركين هشام. نجم الأحد هشام. حلوة غزة. إذن قبل ما نستقبل المتشاركين الخمسة نمشيو إلى روبورتاج الاستعدادات. هاو كيفاش حضرناهم باش يكونوا جاهزين اليوم للغناء. نمشي وروبورتاج الاستعدادات. استعدادات غازي الأولاد حضرناهم لكم، أمورهم واضحة، لابسين متهيئين للسباق. لحظة الحسم تبدأ الآن مع انتي ستار. باستقبال ستي واحد حسام الهمامي. حسام الهمامي اهلا وسهلا بك. الى جانبي حسام. مرحبا بك حسام، اهلا وسهلا بك. لحظة صعيبة حسام. صعيبة أم حلوة؟ تصفيق على حسام. هذا بورتري حسام ونرجو. هذا بورتري حسام ونرجو.
حظي ولا نصيب يا قلبي عزب مكتوب عليك كل مرة جراح يا قلبي ومن كان حس بينا. أنا اسمي حسام الحمامي، عمري 25 سنة، جيت من أريانا، ورد أريانا فهمتني؟ نحب الغناء برشا، ونحب نبدأ من تونس، ما نحبش نبدأ من برا ونوفى في تونس. يا قلبي يلي كنت تحب خانك يا قلبي بعتني لجل المالو لجل الموضة يا ربي لا ترجع وتقلي نادم بريدك والله العالم لا ترجع تبكي والله وعلى خديدك دمعتها لا ترجع تبكي والله وعلى خديدك دمعتها. كان تخطف طوى صوتولي كان ما خطفت صوتولي صوتني باز واحضروها لتربتي واحضروها
ينبغي أن تدوس قدما. فوق الداخل فوق فوق يا ما فوق الداخل فوق أدري لا ما خدك يا ما بدر القمر فوق والله ما ريدا بلاني بلوى عيني بلوى فوق الداخل صوت حسام تصوتوا له تكتبوا ST لاصقه بعضها وتبعثوا SMS على الرقم 87887. اذا اعيد، اذا عجبكم صوت حسام الهمامي تصوتوا له على الرقم ST1 لاصقه بعضها حسام وتبعثوا SMS على الرقم 87887. واحيل الراي الى لجنه التحكيم وابدا بالاستاذ غازي العيادي. حسام انا نحب نقول تبارك الله عليه اليوم، لانه فما مساحه صوته تبارك الله كبيره، معناها جواب انا نقول ممتاز بالكدا، الى جانب انه فما مزيج بين الجواب وفما الحس. يعني عاده اللي يبدا صوته جواب ياسر ولا يغني الفوق ياسر، الاحساس يبدا مفقود شوي، لكن هو فما هالمزيج هذا. وكواحد مازال مبتدئ انا نعتبر انه هو توا معناها في طريق سليم، وان شاء الله يكون من الاصوات اللي باش تفوز معنا في البرنامج ان شاء الله. ما غنيتش حسام، غنيت بريف الاحتراف. أكيد أنا نحس أنه هو متمرس، مش هذاك السؤال. عندي تجربة مش كبيرة، عندك تجربة مش كبيرة برش. رحاب صغير، الأستاذ رحاب صغير.
والله يتوكل عليه تصرف يتصرف بالكدي في صوته وانتقالات مقاميه معناها معناها يغني بكل اريحيه كما قال سي غازي العيادي متمكن في المناطق في الجوابات وحتى في القرارات معناها يعطانا في الموال اللي قدموا في من الاول الانتقال معناها تصرف كبير في المقامات ومتريز معناها متاع مسافات ومتاع زخارف ايضا عنده مجموعه من الزخارف المزينه برشا الحقيقه اما ظاهر متمرس شنو اللي ينقصوا فماش حاجه تنقصوا صراحه التشجيع بالطبيعه اول حاجه التشجيع نشجعوك بتصفيق كلمه الناقد الصحفي حسن بن حميد أنا نحب نقول اللي هو غنى سون فوت ما عندوش أخطاء ما مطاحش لا حد شيء القفلات نتاعو يمشي المعهد الموسيقى القفلات نتاعو باهية العرب نتاعو باهية عجبني ياسر في خاصة في الموال رغم الموال طويل شوية ولكن عجبني برشا عنده حضور والنجم نقول كارو يغني من سنوات تشجيعاتنا ليك لا 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 معناها من سنوات يعني لخاطر تلمون اللي هو متمكن و يعني هو حاضر حاضر معناها كانوا عنده عامين ثلاث سنين سي هشام النقاتي ان شاء الله يلقى المطرب هشام النقاتي ضيف الاحد باش يعطينا راسه ايضا نحب نهنيك حسام ونقول لك انك جاهز لمشروع مطرب وان شاء الله تلقى التوفيق يعني التفوق والنجاحات في مسيرتك الفنيه لكن اذا كان يتلاقوا بهم اذا كان يتلاقوا بالزهراء ان شاء الله ان شاء الله هو بدايه طيبه من قناه حنبالي التهت بهم لكن مسيره الفنان ما تتوقفش على هذا البرنامج لازم مسيره طويله وان شاء الله نتمنى لك النجاح لانك موفق ان شاء الله المايسترو منير الغضاب حسام غنى بحرفيه كبيره وما عندوش يعني رهبه من الميكرو يعني مش اول مره يغني العرب نتاعو في بلاصتهم صوته مليان بالكدا ومشروع مطرب ناجح يعني اذا عجبكم صوت حسام اس تي ا على الرقم 87887 هالناس هذوما راهو كي تصوتوا لهم تعطيوهم فرصه البقاء نحب نقول اللي التصويت هو الفرصه الاولى واللجنه التحكيم هي الفرصه الثانيه اذا رجاء اذا شفتوا صوت الجميل وحبيتوه وتحبوا تشجعوه صوتوا له صوته الى حسام الهمامي اس تي ا على رقم 87887 وكيبدا واحد عنده فاميليا كبيره ياسر كيفي انا ماني عندي 14 عام وتبارك الله 8 اخوال يصوتوا كلهم يبداوا كلهم يصوتوا 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 على كل اذا مقتنعين بصوته على كل شكرا حسام الهمامي انتقل الى المتباري الثاني انتقل الى المتباري الثاني أو بالأحرى المتبارية الثانية حب نستقبل المتبارية الثانية استي دو بثينة عبارة بثينة عبارة مرحبا بثينة بثينة عمارة مرحبا مرحبا بثينة عمارة إلى جانبي لا إلى جانبي إلى جانبي إذا ما عطاوكش التعليمات اللي تكون إلى جانبي دائما نعاود الكرة نفس الحكاية على كل هذا هو المباشر على كل باهي بثينة نشوفوا البورتري مع نتاعك ومن بعد نغنيو شوفوا البورتري تعريف بيه كان يا مكان كان يا مكان عسلامة اسمي بثينة عمارة جيت من سوسة باش نشارك في انتي ستار
أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي أوعدك دايما فكرك أوعدك ولا يوم أنساك أوعدك ولا يوم أنساك يا حبيبي ولا يوم أنساك يا حبيبي إن شاء الله تصوتوا لي باش ننجح. مش عارف احنا فين زي
إذا عجبكم صوت بثينة عمارة تصوتوا لها على رقم ST2 لاصقة بعضها بثينة عمارة اس ام اس تبعثوا على رقم 87887. اقعد معنا بثينة باش تستمع إلى رأي لجنة التحكيم اللي كنتي هذايا. سي غازي العيادي. لا أنا ماذا بيا تبدأ بسي هشام النقاطي قبل. سي هشام ما يسالش انت شكون اكبر هو؟ اكيد هشام اكبر من غازي بالطبيعه. بوش هذايا تنحب هو الاول ساعه من بعد هشام. انا نحب سيدي تفضل. نحب نقول بثينه هي في اصلها فنانه صدقني، يعني في شكلها في اسلوبها ومغرومه بالفن، نحس بها وانها مغرومه ياسر بالفن ومغرومه بهذه الاغاني، لكن لازمها شويه تحذير، شويه تقوي شويه صوتها، تقوي برشا حاجات، التركيز في الميزان في الاداء، لكن هي داخلها مليانه فن، ونشكرها على محبه هذا الميدان لانه الميدان صعيب برشا، وهي فنانه فلازمها والله بصراحه غازي. سي هشام يعطيك الصحه. سي غازي العياتي اللي قالوا هشام انا ما عادش نزيد عليه. ما عادش تزيد عليه حتى شيء. نجم اعطينا اللي قالوا هشام. اما ماذا بينا ملاحظاتك سي غازي العيادي ما يسالش. ما خلى لي حتى شيء خويا. نمشي الرحاب الصغير ونرجع. رحاب الصغير نرجع لك غازي. نرجع لك مانيش مفلتك باش تعطيني رايك. اي. بالنسبة للبثينة نجم نقول الغنية اختارتها صعيبة، الغنية اللي اختارتها صعيبة. أي صعيبة في الأداء، معناها مش أي صوت نجم يؤدي الغنية هذيا. كما قلت الإيقاع صعيب، المقام صعيب، معناها شو اللي يوتيها بثينة لو اختارت أنا أغنية أخرى؟ أنا اخترت أغنية خفيفة شوية، معناها خفيفة شوية، أخف شوية، يعني هذه تعتبر من الأغاني الصعبة، من الوزن الثقيل هذا. الوزن الثقيل واضح. سي حسن بن أحمد. أنا والله باش نقول الحضور نتاعها جيد. تقرا ولا ما تقراش يظهر لي، ما تولي تقرا، كان تحب تولي تقرا على روحك. أما أنا نحب نقول يعطيك الصحة، وإن كان الأغنية كما قالت رحاب أغنية صعبة برشا. ما نعرفش منير هو اللي أشرف على التدريب وكل شيء، هو ينجم يحكي أكثر في التكنيك ويحكي أكثر في الناحية الموسيقية. واضح. نمشي إلى منير الغضاب. ثم عامل التراك واضح شويه مع بثينه. هي في الاصل يعني بثينه تغني خير من هكا، خلينا نكونوا في التمارين تغني خير من هكا برشا، يمكن عامل تراك خليها تخرج شويه على الطبقه، خليها تكون مرتبكه شويه. ما تراش الاغنيه ربما اختارتها هي صعيبه زاد، والاغنيه صعيبه شويه. شكون اختارها لها؟ اختارتها هي ولا اختارتوها؟ بصراحه هي اختارتها. هي اختارتها بثينه. انت اخترت الاغنيه واضح. سي غازي شنو نصيحتك لبثينة؟ تو انا انا فدلكت شويه انا وهشام، لكن باش نحكيو توا بكل واضح. بثينة عندها شجاعة كبيرة ساعة، لأنه تعرف لي جون ولي جون تالون ديما يبداو صغار شوية في العمر. هي عندها شجاعة أنها جات وشاركت معنا، وهذا اللي قدرناه واحترمناه فيها صراحة. بالنسبة للغنية هذيا، الغنية هذيا قوية. أنا نعرف الغنية هذيا كما قالت رحاب غنية معناها صعيبة، ما هي سهلة بالكل. هي اختارتها حقه، يمكن منير ولا لانه في وسط الاسبوع هذا كانوا مشرفين الاولاد حقهم راهو يمكن اغنيه اخف شويه، لكن في الاخر بالكل هي معناها صوتها مانيش نقول كبير، باش نقول صوتها عادي شويه، معناها مع احترامي للاخت رحاب. وحضورها باهي، عندها شويه تراك سي سوري سرتا. اذا كان انصفها الجمهور باش تكون موجوده معنا هذايا حقها، إذا كان ما أنصفهاش الجمهور معناها يظهر لي لجنة التحكيم مش تكون قاسية شوية معه. واضح. إذا عجبكم صوت بثينة عمارة
ابعثوا لها ST2 على الرقم 87887. إذا الجمهور اختار بوثينة يكتب ST2 على رقم 87887. خلينا نسمعوا نجم الأحد وضيف الأحد هشام النجاتي في ما كيفك حد بنت بلادي. خبط له الجو بنت بلادي. بتصفيق كبير منكم أكثر حماس تتكلم أكثر من اللي تصفق. ما كيفك حد
الله حد بنت بلادي ما كيفك حد بنت بلادي الله حد بنت بلادي يبارك ويجد بنت بلادي يبارك ويجد بنت بلادي يرحمها الأم اللي جابك أنا جاكي ضيف الأحد في هذه الحصة. نمر نمشي إلى فاصل نمشي الفاصل ثم أعود. اللحظات الحاسمة. إذن نحب نستقبل المتباري الرابع في أنتي ستار، صابرين بن فرج الثالث، عفوا سمحوني، المتباري الثالث أحمد الطيف استتغوا. طيب اهلا وسهلا بك، مرحبا بك. ما فماش خوفة؟ لا لا بس قدام غازي ورحاب وسي هشام وسي حسن خل ما يستروا بالخير. سي غازي يعطينا الشجاعة باش نغني قدامه. سي غازي نشجعه قدامه. مش صعيب برشا. يا محلاه سي غازي، تحية كبيرة لي. خليني حسن شكون أصعب واحد في لجنة التحكيم؟ قول لي شكون أصعب واحد؟ سي حسن أصعب واحد. أصعب واحد سي حسن؟ هاي مالا شوف البورتري نتاعك، ساعني بالي يسهل واحد سي حسن. على كل خلي نشوفوا البورتري ونرجع. حبيب أماني يا غالي يا غالي، عمري كله ليك، وكل مش خسارة فيك، لا لا مش خسارة فيك. عسلامة، أنا أحمد الطيف، جيتكم من ولاية زغوان. حبيت نحكي لكم على الفن. الفن غرامي بيه حاجة كبيرة، ملي أنا صغير نحب الفن، وشاركت في برشا مهرجانات في برشا مسابقات، واليوم مش نشارك في انتي ستار، إن شاء الله نعجبكم. لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت، ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت، خليني ذكرى جميلة عندك اوعى تنسى زمان، خليني ذكرى جميلة عندك اوعى تنسى زمان. ما تقولش حبي ولا عدى ويوم خلاص عشناه، قول ان حبي حب غالي بس هي حياة، وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي الآه، وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي الآه. وكان عجبتكم صوت ولي.
حبيب أماني يا غالي يا غالي عمري كله ليه وكل عمري يا عمري يا عمري مش خسارة فيك مش خسارة فيك حبيب أماني يا غالي يا غالي عمري كله إليه وكل عمري يا عمري يا عمري مش خسارة فيك لا لا مش خسارة فيك أقول بحبك وحبك كان معاد وبعيد وفي يوم وليلة ليلة جميلة هلت المواعيد هلت المواعيد حبيب أماني يا غالي يا غالي عمري كله إليك وكل عمري يا عمري يا عمري مش خسارة فيك لا لا مش خسارة فيك أقول بحبك وحبك كان معاك بعيد وفي يوم وليلة ليلة جميلة هلت المواعيد هلت المواعيد حبيب أماني يا غالي يا غالي عمري كله إليك وكل عمري يا عمري يا عمري مش خسارة فيك مش خسارة فيك أقول بحبك وحبك كان معاك وبعيد جميلة هلت المواعيد هلت المواعيد يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني والقدر الحلو هو جابني الحلو الحلو جابني وجابك علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني اترينا كنا تايهين ولقينا احلى ايام ليالينا واحنا فيها لوحدينا اترينا كنا تايهين ولقينا احلى ايام ليالينا واحنا فيها لوحدينا إذا عجبكم صوت أحمد الطيف تكتبوا استتروال اسق بعضها أحمد SMS على الرقم 87887 ونحب نقول اللي التصويت مفتوح من الآن من هذه اللحظة التصويت مفتوح إذا عجبكم صوت أحمد الطيف أبعثوا استتروال
طغوا لاصقة بعضها وابدا مع غازي العيد. سهل، اول شيء الاغنيه هذه رائعه. انا الاغنيه هذه معناها من الحان محمد عبد الوهاب اللي هي من اجمل الاغاني يمكن، ولو انه محمد عبد الوهاب أسطورة. لكن هذه من احلى الاغاني اللي شخصيا انا تعجبني للفنانة الوردة زادة، هي اللي من أقوى الأصوات في العالم العربي. أحمد المتمكن هو فما حاجة واحدة أنا فما ملاحظة بسيطة، هو في الآهات ما عطاهمش حقهم كما ينبغي. معناها البارتي لا بلو فور أنا نقول اللي هي أقوى بارتي في الغناء اللي وردة أعطتنا فيها عرب وحليات اللي صعيبة ياسر، أنت ما عطيتهاش حقها بالقداء. إن شاء الله المرة الجاية تكون معنا وتكون الجمهور مصعفك وتكون أنت الأول ولا الثاني، والمرة الجاية نحب نفس الغناية وتعطينا كل البارتي المهمة جدا بالنسبة للفنانين نحبها مدروسة بالملي بالمسطرة، وتكون تعطيها قيمتها. خاطر فما أنت حاجة يمكن ما حسيتهاش أنه اعتبرتها عادية، لكن هي ذيك تقريبا اللي باش تبين الصوت وتبين الدنيا الكل. وأنا متأكد اللي أنت يا أحمد متمكن وصوت باهي معناها إن شاء الله يا ربي. أحمد بتشجيع منكم، أحمد رحاب صغير. نحييك ساعة على الاختيار الذكي، نجم نكون نجم نقول على في الأغنية هذية. الخامة نتاعك خامة تعتبر خامة طربية، معناها في تصنيفها في أنواع الأصوات خامة طربية، ظهر معناها متمرس راكز، عندك معناها تجربة على الركح وحضورك زاد مزيان اللي معني عنده دور باش يأثر على التصويت. كما قال سي غازي العيادي على فكرة على الأهات اللي هذيك معناها بلفطنا فيها تنجم تقول شوية، فهمت؟ أما نتصور معناها أنت باش تتسامحوا معاه شوية. أما نتصور هو قادر، اللي هو قادر هكا عاونتك اللي هو قادر باش يأديها مرة جاية بالكدا. إذا كانت بلفيطة وقاري أمور مريقلة تبدأ معنا هذا مشروع. يمشي مع الموسيقى استناه يمشي. ينجم يعمل دروس عند رحاب فيما يسمى معناها في الأداء الصوتي. في الأداء الصوتي علاش؟ على خاطر عنده الخامة وعنده إمكانيات كبيرة، الخامة مزيانة برشا وعنده والوقفة نتاعو معناها بكله باهي. وأنا نشجعك باش مش هو قال لك الموسيقى، هي راهي الموسيقى مفتاح. خاطر كان تطلع مع فرقة وما تعرفش أنت على شنو المقام وشنو على شنو راكز، يلعبوا بيك كما يحبوا الفرقة. ورد بالك نقولها لك وانا نقولها لغيرك. وانا حضرت شخصيا في الكلام اللي يقول فيه السيد احمد، انا حضرت مره فرقه منير غذاب وعملوا مره عملوا طرح كوميديا صغير، المطرب يلزمك تشوف ايش صار لانه ما يعرفش المزيكا. معناها شوف منير ايش لعب بيه كوره في الطبقه وكل مره يعلي له نهارتها. ما لعبش بينا منير اليوم. لا منير ليه يعلق يعطيه الصحه يا منير. على كل سحسن كملت سحسن. حب نضيف حاجه عبد الرزاق، خفشي حب نضيف حاجه للاحد سي هشام. حب نضيف حاجه عبد الرزاق اللي انا ماذا بينا نشوفوا نوعيه هشام يجيونا على خاطر ناقصين نوعيه تاع هشام. انتوا معطيوه بالاغاني هو يجيك بغنيه يعمل منير، يعمل دور منير سحسن رحاب غازي. انكم انتوما زاد توجهوهم في الاغاني. شكون اللي يغني تونسي والا اللي خاطر هو يجيك بغنيه يعمل شو يعمل فرجه؟ سي عبد الرزاق جاونا برشا انواع والله العظيم، جاو كل شيء وان شاء الله باش متواجدين معنا. جاونا معناها فما طفله واحده جات احنا قلنا رشحناها باش تكون معنا، صوتها ماهوش خوي وهذيك الدائره الوحيده اللي باش تكون موجوده لانه فيها برشا من هيفا وهبي. ها؟ ما جميل هيفا وهبي في انت ستار على قناة حنا بعض. هيفا سي جمال مجد. أحمد نقول له يعني الأساتذة قالوا له حاجات مهمة جدا، لازم أهم حاجة في المطرب هو أول سمير أهم حاجة بدأ معك سمير بالطبلة. أهم حاجة تركز 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 في الأهات اللي قالت لك عليهم الأستاذة، والقفلات نتاع الفنان مهمين غازي وهكا ولا لا؟ هما خاصة لجنة الآن لجنة باش تحكم، والحكم الكل أنا نمن بالجمهور. أهم حاجة اللي نشحك هو الجمهور، ولكن تصحيقة كبيرة الجمهور ريت الكلام هذا كله أكيد باش تاخذوا في عين الاعتبار في مستقبلك الفني، لكن اللي باش ينجحك هو التصويت كمرحلة أولى. يهنيك يخليك مرتاح وتنطلق في التجربة الثانية وأنت مرتاح. المايسترو احنا ساعه من منير غضاب. منير غضاب نقول لكم على منير غضاب ديما متفائل، ديما الاصوات كل باهيه، ديما الاصوات كل رايح شويه. منير ما سمعناكش. ايوه قلت لك احنا ما نجحوش الناس على اشكالهم.
احنا نحكم بصفه فنيه. لا فاتك ولا لا ما لا منير احنا قلنا انه وقتها الطفله هذيك بالذات تكلمنا قلنا عندها حضور ممتاز لانه اللوك تاعها زادت تادي وعندها تأدي في شويه اذا مينيموم في الصوت معناتها اذا مينيموم. بالنسبه لاحمد حضور متميز صوته فيه لازم الكل يعني فيه عرب فيه تامبر فيه تامبر فوكال يعني مميز هذا هو يعني ما قصر ما قصر. خلي استي تروى هي اللي تحكم يا سيموني. واضح. ايوه واضح. اذا اذا اعجبكم صوت احمد الطيف مطلوب تبعثوا استي اعطيوني على شاشة التلفزيون استي 3 احمد وتبعثوا اس ام اس على الرقم 87 887 وعيد استي 3 احمد وتبعثوا اس ام اس على الرقم 87 887. اذا نحب نمر الى المتباري الرابع. المتباري الرابع اذا اذا جاهز المتباري الرابع إذا صبرين. إذن صبرين بن فرج المتبارية الرابعة تفضل صبرين. صبرين مرحبا بك صبرين. صبرين أنت اختارتك لجنة التحكيم مرة أخرى أن شفنا البورتري نتاعها موجود البورتري نتاعها نشوفوا البورتري صابرين وبعد نغنيو صابرين. هذا البورتري نتاع صابرين. شمسي وأنا بيا بالصح وما حدا نطرني. السلامة أنا صابرين مهفة رقم التليفون تابعوني شوفوا معي. صابرين بن فرج 17 سنة أكيد تعرفوني انتم عطيتوني لوتر شانس وحبيتوني نعاود وبيكم انتم باش نولي ستار. يا طير يا طاير على طرف الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بيني. يا طير يا طير روح اسالن علي واليف ومش معه مجروح بجروح الهوى شو بينفعو موجوع ما بيقول عاللي بيوجعه تعن عباله ليالي الولداني. يا طير يا طير يا طير على طرف الدنيا. كما بابا نويل باش يعطيكم برشا كادويت انا زاد نحب برشا ميساجات صوتوا لي كان عجبكم.
صابرين بن فرنج، اذا اعجبكم صوتها تصوتوا لها. استيكات لاصقه بعضها صابرين بالطبيعه، وتبعثوا اس ام اس على رقم 87887. التصويت يبدا من الان، من هذه اللحظه اللي ظهرت فيها صابرين، بامكانكم تصوتوا لها اذا بالطبيعه اعجبكم صوتها. سي غازي العيادي، احنا صابرين الاسبوع اللي فات اسعفناها سي حسننا، معناها لجنه التحكيم هي اللي اسعفتها اللي اختارتها باش تكون موجوده هذا الاسبوع. اليوم يلزمها المره هذه تعمل على لي اس ام اس، لانه احنا مش صافوها مرتين، هي الثانيه في الجمهور. هي الثانيه في الجمهور. اي مالا انت والجمهور الجمعه ذي، ان شاء الله يكون الجمهور في صالحك. احنا توا ما نجمش لانه ما سمعتهاش بالكدا صراحه، الحس قوي برشا وهي بعيده شويه عن الميكرو. في الفيزيوناج تشوفوها في الفيزيوناج أكثر. نعاود نشوفها باش نجم انا، لكن غنيت مليح. ما سمعتهاش بالكدا صراحه، ما نحبش ياخذ مسؤوليه، ما نحبش نضر خطير غازي العيادي، ما نحبش ياخذ مسؤوليه. توا في الفيزيوناج نسمعوك بالكدا بقدره ربي وما فما كان الخير. ريحان صغير بالنسبة لنا توا أول مرة مع نستمع لها، عندها تتحكم في مناطق في الجوابات، وتستعمل صوت الرأس ما يعبر عليه الفوس فوا بحرفية، معناها وهذا شيء فطري فيها. فهمنا الفوس فوا، الفوس فوا يعني معناها الصوت الذي ليس صوتها. لا لا لا، هو تابع الصوت، تابع التيسيتور فوكال، معناها تابع الامتداد الصوتي نتاعها. أما الصوت هذا فطري، ثم أنواع نوعيات نتاع أصوات تكون رقيقة، والبريانس نتاع الصوت تظهر في الجوابات. هذه الخامة نتاعها من الأنواع هذه، فهمت؟ هي خامة جميلة جدا. لو أنها غنيت غنية نتاع فيروز، ريبرتوار نتاع نجاة الصغيرة رحاب وفيروز. غنيت فيروز، لا قلت لها أنا الأسبوع اللي فات قلت لك غني حاجة فيروز، أنا تفاجئت أنها غنيت أغنية مش أنا تفهمت فيها. أنا سمونير، هل هي اختارت أغنيتها؟ هي اختارت، أنا حبيتها تغني فيروز أما في آخر لحظة مش حابة. أنت اخترت هذه الأغنية؟ أنا اشتفقت أنا وياك رحاب الجمعة الأخرى غني حاجة فيروز هكا ولا؟ أي اللي في الآخر غنيت حاجة أخرى. اخترت فيروز، مش مشكل، ما تخافش. لا لا مش رحاب، هم عطاو الأفضل راهو، لكن التقنيات الصوتية أقرب كيما قالت رحاب. أكيد تنجم تكون موجودة. سي حسن بن أحمد، نجم نقول اللي نجحت في غناية اللي هي غناية صعيبة وماهيش من معناها من نتاعها، يعني مش من نوعية صوتها. ومن المرة الأولى احنا ملي شفناها غازي قال لها يا إما جوليا وإلا فيروز. تتذكر في الكاستينغ الأول رحاب النوعية هذه، النوعية هذه فما أغاني سبيسيالة تتغنى توتواتيها أحسن من هي، ولكن هي أدات مليح، حضورها باهي، وإن شاء الله ربي يوفقها. بالتوفيق إن شاء الله. سي هشام النقاطي ضيف الأحد. والله رحاب تغني مليح، تغني مليح، لكن ماهيش مركزه، ماهيش مركزه. نشوف فيها مركزه ياسر مع الفرقه، مركزه مع الفرقه برشا، ومركزه مع الجوري، خايفه تحس بالتراك. صغيره هي هشام، صغيره شويه هذاك، علاش هذاك. اما هي صوتها جميل جدا وحلوه برشا، وحضورك هاي ياسر. سي منير الغضاب، مايسترو منير الغضاب، نحب نحيي مجموعته اللي بالحق راهو مجهود جبار وتعب كبير. مجموعه منير الغضاب بروفات وحضور يوم الاحد وقبل يوم الاحد، يعني عمل كبير صراحه باش نوصل لكم هذه الصوره وهذا البرنامج في احلى صوره. تفضل. انا نوافق الاخت رحاب كي قالت تستعمل يعني بحرفيه الفوس فوا نتاعها، يمكن صفه فطريه. صوتها فيه تامبر حلو برشا، باقي لازمها تبعد شويه على المدرسه الطربيه اللي فيها قفلات نتاع طرب، تبعد شويه الفيروزياتك يعني مدرسه رحبانيه. باش نشارك في الرياضي، باش نزيد حاجه اخرى، اللي نتصور صابرين كانت تغني ريبرتوار غربي تنجح فيه. تنجح فيه. هاي نصيحة مثلا، هاي خمس فيها سابرين. مرة جاية كان إن شاء الله تقعد بحذانا. إن شاء الله. تغني غربي. إذا عجبكم صوت صابرين ما تخافش، مش معناتها قالوا أنت ما تغنيش. لا بالعكس. ليه نصيحة باهية ومهمة. بعض النصائح، إذا عجبكم صوت صابرين بن فرج تكتبوا استيكات على الرقم 87887. وعيد استيكات صابرين بن فرج على الرقم 87887. انتم قلتوا رحاب، انا باش نتدلل على رحاب ونقولها شويه ام كلثوم خلي تسمعنا، جات بحذانا وعدينا حصه حلوه برشا معاها، وكانت من احسن الحصص التلفزيه اللي تعدات في ديما وشحنبال.
باش خطفتها على الطاير راهو رحاب خطفتها على الطاير سمعنا جزء قصير من أم كلثوم كثير في الحب عسير طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب والعجين دار
مباشر على قناة حنبعل، وهذه أجواءنا في استوديوهات المركزية لقناة حنبعل. منير كلمني ما يسالش، نسمع فيك. نمشي فاصل شهري ثم نعود. على قناة حنبعل فقرة تنتي ستار، تتواصل مع آخر متباري استسانك، آخر متباري حلمي بوزعة بيا. والله اللقب فيها وما حفظتوش، حاسين التونس سألوه على اللقب بالكده. حلمي مرحبا بك. حلمي مباشرة إلى جانبي، حلمي مرحبا بك. حلمي مرحبا بك، أعطيني اللقب برك يا حلمي. قداش طولك ترى؟ قداش نزور تقصير يا عبد الرزاق؟ قداش طلع تقصير انا؟ هذيك الظروف المباشرة، هذيك الظروف. اللقب شنو؟ حلمي بوزعبية. بوزعبية، أنتم منين بلادكم؟ زاوية سوسة. زاوية سوسة، سوسة، سوسة. أنت سوسي مع أني أني سوسة. بتصريح كبير وتشجيع. حلمي هذا البورتري نتاعك ومن بعد نرجع. خليك شوف البورتري. هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا؟ حلمي بوزعبية من سوسة، مغروم برشا بالغناء وبالموسيقى. أنا قلبي عليك مش منك خايف، أنا والله أنا خوف عليك، خايف عن قلبك تتخلى وأكتر من هيك. أنا قلبي عليك، هل أسول طلت بعيونك جاي من مين؟ من دنيا حلوت بعيونك مع ناس تانيين. ضيع قلبي ورحت بلاش.
عينين شفتوا ازاي ما فيهمش حنين شفتوا ازاي قلوب خاينين شفتوا ازاي ما فيهمش حنين ولا الاسود طبعه حبيبي ولا الاسود طبعه حبيبي شفتوا ازاي قلوب خاينين شفتوا ازاي ما فيهمش حنين شفتوا في قلوب خيري شفتوا ازاي ما كنتش حنين ولا الاسود طبع حبيبي ولا الاسود طبع حبيبي ده انا من حيرتي ولهفه قلبي بظلم بس قلوب تانيين حتى ازيك مستخسره مستكتر ما بيقولاش يلي بحب ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاش مستكتر ما بيقولاش يلي بحب ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاش ضيع أعجبكم صوتوا تصوتوا له من الآن وحالا استي سانك حلمي على الرقم 87 8 87 وأبدأ بلجنة التحكيم غازي العيدي. والله يا احنا تو باش ما نبداوش قاسين على المتبرين الكل هو فما تراك يلعب دور مهم وانا نحس في حلمي اللي هو فما برشا تراك عنده وفما حاجة أخرى باش نطلبوها من التقنيين باش يعودوا شوية يكون فما مضخم صوت قدامنا احنا باش نجموا نسمعوا المتباري بالقدا بالقدا لأنه ما نجموش نقيموا بالقدا وقت لي الصوت الكل قوي. باهي اثنين هو طبقة معناها المهم في الغناء أنه الفنان دائما يكون راكز على الطبقة معناها احنا نقولوا احنا طبقته تكون راكزة هو هذايا موجود أنا حسب ما نسمع معناها قفلته راكزين معناها غنى في الطبقة أكثر من كي ما نجمش نضيف حد شيء إن شاء الله كي نسمعوه في الـ في الـ في الـ في الـ في الفيزيوناج نجموا نزيدوا نقيموه باش نحاولوا الجمعة الجاية إذا كانوا ما سعفوش الجمهور احنا إن شاء الله نسعفوه بإذن الله. رحاب صغير تقييمك حلمي نجم نصنفه من بين الأصوات الرقيقة الأصوات الدافئة قبيلة كي سمعته في الـ في الـ في السبوت اللي في الـ في الـ اللي عمله قبيلة الباساج اللي عمله اختار الأغنية المناسبة الأغنية اليوم ما نصورهاش كل ظهرت له صوته برشا خاطر هو الميزة نتاع صوته نتاعه الحنية معناها الإحساس لهذه من الأصوات اللي يبرز فيها الإحساس أما شنو هو الشواء نتاع الأغنية الشواء نتاع الأغنية مرة أخرى نقول ماذا بينا مرة جاية إن شاء الله ليكون الشواء من جماعة مختصين معناها ما ياخذش ما نحبش الكونديدا ياخذ الأغنية أي معناها هكاكا وحده أكيد غازي رحاب أكيد أنتم نحب نسأل المطرب ما يغنيش كل شيء هو لازم يشوف الأغنية اللي تجيه يولي بروفيسيونيل يولي يغني كل شيء لكن هما توا مش مطلوب منهم يغنيوا كل شيء عند الحق كل واحد يشد في اختصاصه باش يبرز به ومن بعد يحب يغني اللي يحب هو يغني الأستاذ حسن بن حمد الناقد الصحفي والله أنا نحب نقول حلمي فما فرق ما بين اللي جانا واللي شفناه اليوم تراك برشا ولكن اليوم معناها واقف مليح صوته راكز يعطيه الصحة اختيار صعيب معناها الغناية صعيبة ولكن الخامة اللي عنده طيبة معناها تنجم تحطه على الطريق المستقيم وطريق متاع فنان اللي نجم إذا كان يزيد يخدم على روحه ينجم يوصل باش يكون مطرب يعني مش أي حاجة واضح هذا هو الكلام اللي قالوه الأساتذة هذا هو لازم تختار حاجة لأنه صوتك دافئ جدا وصوت فيه إحساس كبير برشا فاختار ديما الأغاني اللي تحسها ياسر فهذه الأغنية قوية شوية يظهر لي ممتاز الأغنية فيها الإيقاع طاغي على الجملة إحساس سي منير مسلم منير الغضاب منير الغضاب مخي في منير مسلم بالفوق منير الغضاب
فما عامل تراك واضح بالنسبه للحلمي هو يعني من نوعيه الاصوات الريزونانس فيبل يعني انيفو فيبل يعني صوت صغير لكن يؤدي صحيح ونجد تقول عطاها الاغنيه حقها مي بما انه صوت ضعيف شويه ما نجموش نسمعوه بالكدا نحكم عليه بالكدا بالكدا انا نجم نحكم عليه في البروفه مي هوني اي يلزم نعاودوا نعملوا فيزيوناج ونزيدوا نسمعوها اكثر. برافو منير مسلم هو مخرج هذه الحصه وهو مقدم ومعد برنامج على الطريق اللي يستحق تصفيق هذا البرنامج هذا من البرامج الطيبه في قناه حنا بعد. سي غازي ايش حبيت تقول؟ قبيله حبيت نقول انه الاختيارات راهو ساعات توا عند الحق رحاب اما راهو حتى سيمونيل غضاب عنده الحق لانه ساعات متباري تقول له قداش تحفظ من غنايه يبداو عنده زوز ولا ثلاثه غاني حفظهم خصوصا الهوات معناه هما هوات في الاخر بكل اوبليجي عليه انا نطلب منكم طلب عم حسن رحاب غازي العيد هشام منير الغضاب نطلب منكم طلب انكم ما تكونوش قاسيين على على الاصوات رجاء معناتها نعرف اللي انتم تقنيين ونعرف اللي انتم الفوت والخطا عنده حساب كما حلمكم عليهم لانهم بالحق اصوات راي ربما يغدو تصبح لها ان شاء الله يا ربي ترعيوا هذه النقطه عبد الرزاق قريت الاسابيع اللي فايته اللي احنا كنا ياسر سوبل كان تشوف في الشارع كيفاش وليت ما انا واحد من الناس اسمع والله مش مره مو اثنين مو ثلاثه ياسر تجاملوا يكونوا شويه صادقين لا 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 على شوف معناها هذا اللي صار لي في الاسابيع اللي فاتت قلت لهم يعني ونحن هنا في الاستوديو ما حرناش شكون نخليه وشكون نخرجوا انا هذا اصوات ولا فيه كيفاش ترشحوا ثلاثه قالوا لي يا اخي ما عندكمش باش تعملوا راي ترشحوا واحد بركه معناها الله غالب الناس دائما عندهم كل ما يعجبهم حتى شيء اضطرينا في الاخر انه نوليو شويه صادقين لكن هذا في مصلحتهم هما راهو ماهوش مش انا خاطر انا كنت نجوم الغد وكنت مواهب كيف انت قعدت على نجوم الغد كيفاش كانت راي لجنه التحكيم صراحه والله كانوا صعب على الاخر وكانت تشوف صعب اصعب من لجنه كان في لجنه تحكيم سي حسن انت حسن في لجنه التحكيم وقت هو غنى كنتوا صعاب صعب على الاخر صعب يعني نحاولوا ناخذوا الاكسيلون شكون فيها وقتها اللجنه سامحني سي حسن شكون فيها عبد الحميد البرحوم عبد الحميد بلعجي ومحمد ساسي ومحمد ساسي وسي سي حسن بن احمد وكان سي سي بن جدو سي مجيد بن جدو الشاعر وكان فما واحد اخر خامس زاد سي شادي انور هذم اللي كانوا يقيموا الاصوات على الاخر انا خذيت جاي الحمد لله خذيت جائزه اولى في بوغرنين بوغرنين وفي كرتاج عملنا النهائي في 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 بوغرنين ومن بعد مغرب عربي في قرطاج وكانوا وسيسي البشير السالمي اذا كان معاهم لجنه التحكيم هاني رجع لك لجنه باش ما نخليش حلمي يستنى برشا لانه قف على كل اذا عجبكم صوت حلمي تصوتوا له على رقم اس تي 5 87 8 87 وطبعا التصويت مفتوح من الآن مشاهدينا الكرام أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وضواحيها تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب والمغفرة نواصلوا ديمانش حنبعل ونمشي مباشرة إلى هشام ضيف ونجم الأحد في كوكتيل شرقي انتبهوا مليح في كوكتيل شرقي سي هشام تفضل بتصير كبير منكم
قلبي ما هو دين وهبنا القلب للغالي ما هو العنا هلوة نرجع مثل ما كنا هلوة زورك وتجي العنا الطيب يستقبلني امك تدلني ودخلك طفي لي قلبي داون النهار هلوة نرجع مثل ما كنا هلوة تحكي لي شو مشتاقة ومحترقة شو قلتي تيجي لعندي سرقة شو اللي غير أحوالك عقلك ولا جمالك ما يخطر على بالك حبيبي يا لوا وا وا هلوا نرجع مثل ما كنا هلوا زورك وتيجي لعنا وتيجي لعنا تيجي لعنا تيجي لعنا تيجي لعنا نسمع 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 يلا جمهور نسمع جمهور وا 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 احلى دونا فكهاني انا احب الفاكهه انا موت في الموز والمانجا فكهاني انا احب الفاكهه انا موت في الموز والمانجا بصراحه الفاكهه بغير بصراحه على تونس بغير انا بيع واشتري بضمير واو 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 وا 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 وا
الموز احمر وزي اللوز احلى احلى نسم الموز بصراحة عالفاكهة بغير بصراحة عالفاكهة بغير انا بيع واشتري بضمير النهارده فرحه يا جدعان النهارده فرحه انا عايز كله يبقى تمام النهارده فرحه يا جدعان النهارده فرحه يا جدعان انا عايز كله يبقى تمام النهارده فرحه يا جدعان لقيت ماشي مشيت وراها قلت لازم اعيش ما عارف قلت لها ايه بعد ابن الزياده ما عجبش عدى بعد ابن الزياده أبطل النبطات نسمع حتجوز 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 مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية البرنامج نحب نقول اللي بعد لحظات على قناة حنا بعد ما تغيروش المحطة جيم اوفر ثم 7:30 بالضبط الأخبار جديد الكل الأخبار الوطنية والعالمية ثم الفقرة الرياضية سبوركو بطبيعة السهرة مع بلا مجاملة آخر عدد في 2012 ضيوفهما سهام بادي وزيرة المرأة منال عمارة الفنانة ونور شيبة الفنان طبعا هدايا في بلا مجاملة نحب نشكر برشا غازي العيادي رحاب صغير حسن بن أحمد أعطيوني موزيكا أيضا هشام منير مسلم فرقة المايسترو منير مسلم أيضا نحب نشكر كل منير الغضاب نحب نشكر كل زملائي الفنانين ما عادش تكلموني نحب نكمل خليوني نكمل أيضا نحب نشكر كل زملائي التقنيين اللي بالحق راه من ماضي ساعة وما يجيهم من 9 نتاع الصباح إلى هذا الوقت يعني ماراثون كبير نخليكم مع غازي في أحلى أغانيه العربية في كوكتيل ظريف تصبح على خير إلى اللقاء هذه أغنية من الحاني وغناء أيمن لصيق وخذت سكسي بي والحمد لله لا 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 صبرك عليا علمك تسهر بدالي وحدوك من قسوتي وظلم الليالي صبرك عليا علمك تسهر بدالي وحدوك من قسوتي ظلم الليالي وحياة عيون السهرانين الحيرانين المشتاقين وحياة عيون السهرانين الحيرانين المشتاقين لا دفعك تمن الحنين تمن الدموع غالي صبرك علي دموعك فواقك لو مات ضميرك انا هنسى جرحي واسودك واحب غيرك بكره دموعك
هواك لو ما تضميرك أنا هنسى جرحي وأشوتي وأحب بيك وحياة عيوني السمرانين الحيرانين المشتاقين وحياة عيوني السمرانين الحيرانين